الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا، واليوم تخرجي من جامعة رويال كورنيل الطبية بدرجة دكتور في الطب. طبعا أنا صار لي 12 سنة أحاول تحقيق هالحلم. كون القطرية الوحيدة اللي في دفعتي 2013 شعوري ما ينوصف، لأن أخيرا أنجزت الهدف اللي أنا كنت عايشة له. اصنعوا فرصكم بنفسكم ولا تنطرونها تجيكم على طبق من فضة، وإذا ما جتكم الفرصة أنتوا خلقوها. الدولة مو مقصرة، معطتكم الفرص ومعطتكم الأدوات إن أنتوا تسوونها أو تصنعونها، فاستفيدوا من اللي حواليكم، استفيدوا من الانفايرمنت اللي حواليكم أو البيئة المعطيات وأنجزوا. أكيد كتير مبسوطة إنه حاسة إنه مثل جزء من حلم حياتي عم يتحقق. بالنسبة لدولة قطر ولسمو الشيخ، يعني قد ما أتشكرهم ما حوافي جميلهم لإلي، عطوني فول سكولرشيب، منحة كاملة، لأني صغيرة وآمنوا بموهبتي، وأنا حسيت إنه عندي مهمة لازم أديها، لأنه ما بدي يعني ما بدي فشل العالم اللي وثقوا فيي. فدرست بكورنيل، عملت أول شيء فاونديشن يير، وبعدين 6 سنين، وهلا عمري 20 سنة واليوم تخرجي.